طيب، الموضوع كما قلت لكم هو هذا الشيء هنا الذي يقول لك يحتوي هذا المكون غير صحيح، هذا الشيء الذي أريد التعامل معه. فإذا ذهبنا إلى، نحن وضعناه بالبتن إذا كنتم تتذكرون، في البتن بالفوتوغرافر هيرو، هنا لدينا كفر. فإذا أين هو الكفر؟ أهو. لاحظوا أعزائي، بالبتن بالفوتوغرافر، فوتوغرافر هيرو، هنا أضفنا هذه زائدة فسأحذفها بهذا الشكل. وإذا عدت إلى هنا تحديث لأرى إذا استمر هذا الخطأ، لا يوجد خطأ، ممتاز. فإذا هذا هو كان الخطأ بهذا الخصوص. الموضوع الثاني الذي أريد أن أقوله لكم أن هذا الكود أيضا هو موجود على جيت هاب. فإذا ذهبت، فدعوني أعطيكم الرابط، فإذا جيت ريموت فيربوت، حتى أعطيكم الرابط كامل. فإذا هذا هو الرابط، جيد. فأنا سأرفع كل شيء هناك حتى تستطيعوا الوصول إلى الرابط. فشخص ما سألني، قال لي هل هذا مجاني، هل لا يمكن الوصول للكود أو ماذا؟ كل شيء مجاني، لا يوجد شيء يعني مدفوع لدي. أتمنى أن يكون كل شيء مدفوع وأن تدفعوا لي الكثير، لكن فعليا كل شيء مجاني تقريبا. ولاحظوا هنا لدينا البلوجنز، وليس البلوجنز، الثيمز. فإذا هذا المستودع لل ووردبريس ديفلوبمنت. ذهبنا إلى themes هنا، فإذا لاحظوا ستجدون هنا لا يوجد شيء، لكن فعليا إذا قمتم بنقر هنا واخترتم الماستر، جيد. فإذا الآن هذا هو الثيم الذي نعمل عليه، فإذا LWN Photographer زائد الثيم السابق LWN Test، هذا سأضيفه إلى صندوق الوصف. فإذا الآن نعود لموضوعنا، الموضوع الثاني هو نريد إنشاء هذا القسم. فبالرئيسية هنا بالصفحة الأمامية، دعوني أعيد الأفكار مجددا. الشيء الذي سنقوم به هنا أعزائي هو أننا سننشئ قسم جديد في الصفحة. هذا القسم أيضا سأجعله نمط كما فعلت في الأقسام السابقة، وبداية سأضعه في الصفحة الرئيسية ثم أقوم بحفظه كنمط. سأحاول جهدي أن يكون الشكل المطلوب هو مشابه لهذا الشكل. فبكل بساطة سنذهب إلى الصفحة الأمامية هنا، تحرير الموقع، وهنا لاحظوا أدنى الهيرو سنقوم بأد أفتر، وسنقوم بأد أفتر مجموعة. إذا هنا سنضيف مجموعة، هذه المجموعة يمكن أن نضيف لها اسم، والاسم هو about us، وأيضا كما قلت يمكن أن تسمي بالعربية أو تسمي باللغة الإنجليزية. إذا about us، وabout us هنا سأضيف لها بداخلها أيضا مجموعة أخرى، والمجموعة الأخرى سنسميها about us inner، أو يعني الداخل، about us container مثلا التي هي بالداخل، وأيضا سنختار هذا. طبعا بالنسبة للabout us كاملة، هذه الموجودة هنا، لن أجعلها تأخذ محتويات الصفحة. بالنسبة للباك جراوند هنا سأجعل لها اللون هذا الذي هنا، هذا اللون الذي أنا وضعته هو اللون هذا. أين هو؟ هو اللون هذا الكونتينر الموجود هنا، هذا هو، جيد. فأعتقد ممتاز. فإذا الآن أوكي، فإذا أصبح لدينا هذا. هنا لاحظوا يوجد لدينا هنا يوجد لدينا الكونتينر له بادينج. فإذا البادينج هذا أعتقد ربما يكون 20 20، يمكن أن نضيف بادينج كما هو، كما موجود هنا. أو فإذا هذا اسمه about a section. فلاحظوا البادينج 90، فإذا أعطى بادينج 90، فيمكن أن نعطي نفس البادينج أيضا. فهنا بالabout us، الشيء الذي يمكننا أن نقوم به هنا، إذا قمت أنا بالتحديث بهذا الشكل، ذهبت لتباعد، ذهبت عفوا لهوامش الداخلية أسفل أعلى، وأضيف 90 بكسل، فسيتم إضافة هذا بهذا الشكل. يمكن أن أقوم بشيء، سأجرب شيء الآن، وأن أقوم بتجميع الهيرو وأسمي هذا main، وهنا سأضيف main، وأيضا بداخل about us أضيف هنا main بهذا الشكل. فالآن أصبح لدينا هيرو وأصبح لدينا about us، جيد، بداخل main. هذه main يمكن أن أقوم بالنقر هكذا،
واخترت بعض المكونات ان تكون زيرو. جيد، والاهم ان اقول انها لا اريد تستخدم المكونات حتى لا يتم تحديد عرض المحتوى. اذا لنرى النتيجة، فنلاحظوا كان هنا يوجد فراغ وهذا الفراغ ذهب. حتى لو مثلا ذهبت هكذا احمر، لاحظوا كان هنالك فراغ الان ذهب بسبب التغيير الاخير الذي قمت به. ممتاز. فاذا الان لاحظوا اعزائي، هنا يوجد لدينا عبارة عن صورة. هذه الصورة يجب ان اقوم بهذه الصورة، يجب ان اعطيها نصف هذا المحتوى. لاحظوا تقريبا 50% من المحتوى هذه الصورة موجودة فيه. فالشيء الذي يمكن ان نقوم به، فاذا بهذا الشكل نضيف صورة. صورة، جيد، لكن هذه الصورة نريد ان نضيفها كأعمدة. يعني هذا مثلا هذا 50% من هنا و 50% لهذا العمود، وبالتالي هنا سنرفع صورة الآن. فإذا دعوني أرفع الصورة ثواني. فإذا هذه هي الصورة، ويمكن أن أكتب مكتبة الوسائط لرفع الصورة مجددا. هذه هي الصورة وسأكتب تحديد. فإذا لاحظوا سيأخذ كل هذا بالصورة، أنا لا أريد هذا فعليا. فأنا يمكن أن أفعل شيء واحد، أن أكتب مثلا add after، أو أن أنقر على add after أو before، لا مشكلة. وهنا أنا سأضيف أعمدة، فإذا columns أعمدة، سأضيف عمودين كل واحد منها 50%، وهذه الصورة سأضيف على العمود الثاني أو ربما العمود الأول، كون نحن RTL، موقع RTL، فنضيفها على العمود الأول. أن ربما هذه الصورة يجب أن تكون هنا. طبعا هذا العمود، هذه هي الأعمدة التي لدينا. فإذا تكديس على الجوال، ربما نريد أن نكدس على الجوال. تكديس على الجوال يعني جعلها يعني بدلا من أفقي عمودي فوق بعضها. فبالنسبة هنا لهذه الصورة، فيجب أن تأخذ نفس الحجم يعني التي لديها. يمكن أن نعطيها هنا أبعاد من ووردبريس وبهذا الشكل، أو أوريجينال الشيء العادي. يعني إذا قمت أنا بالحفظ ومرة أخرى قمت بالتحديث هنا، لاحظوا ستظهر لي هذه الصورة، لكن ليس بالشكل المطلوب. فإذا عدت إلى هنا، بالنسبة لهذه الأعمدة الموجودة هنا، بالنسبة لهذا about container، يمكن هذا أن لا أجعل المكونات تستخدم المكونات الداخلية للمحتوى. ومرة أخرى حفظ، وإذا قمت أنا بالتحديث لاحظوا، فإذا هذه هي الصورة. طبعا أنا جربت الصورة هنا بعدما كانت هنا، لأن كما فهمتم الفكرة أن نحن نقوم ب يعني RTL بالنسخة العربية من هذا الموقع، لأن بهذا الشكل. لاحظوا أعزائي. طيب الآن الموضوع الثاني هو هذا المربع الذي جاء هنا، فكيف نحن سنقوم بهذا المربع؟ فإذا مبدئيا يمكن أن نضع هذا المربع هنا، ليس بهذا الشكل، يأتي فوق الصورة، ليس بنفس الشكل. مبدئيا يمكن أن نجعله بالجانب لنرى كيف يبدو ذلك. إذا بداية لدينا هذا about me، يمكن أنا فعليا أن أقوم بأخذ مثلا يعني نكتب باللغة العربية، لا مشكلة. فإذا هنا بالعمود الثاني بداخله هنا يمكن أن أضيف مجموعة. جيد، سأسمي هذه المجموعة الكونتنت، وبداخل هذه المجموعة هنا بداية سأضيف عنوان. ولاحظوا أنه هو قبل العنوان ماذا فعل؟ قام بوضع هذه الإشارات، يمكن أن أضعها بالشكل هذا. هذا يمكن أن تكون عبارة عن تأثير اسمه before، بCSS اسمه before، لكن نحن يمكن أن نكتبها كما هي مبدئيا، يعني بهذا الشكل نكتب هكذا حول. طبعا before بالناحية الموقع والperformance، بالناحية الموقع وفهم جوجل أو محركات بحث الموقع حول الموقع مثلا أو عني أو كذا، فهو الأفضل أن نضيف before، لأن هذا سيفهمها أنها جزء من العنوان، هي فعليا ليست جزء من العنوان بالنسبة، لكن نحن نكتب هكذا الآن. فإذا الآن سأضيف هذا اللون حول الموقع، وسنقوم بأد after. أد after ستكون عبارة عن فقرات، وسأكتبه هنا أنا مصور بالمبدع من كذا. طبعا هذا لاحظوا اللون الخاص بها سيكون هو هذا اللون. ف
طبعا انا مصور مبدع، هذا مصور لاحظ هو كتبها بخط عريض، يمكن اضعها هكذا، يمكن ان اجعل الخط ميديوم كلها هو فقط او لارج، انا مصور مبدع جيد. وبعدها اضاف قائمة، هنا يوجد لدينا قائمة من الاشياء هكذا. هذه القائمة لها قصة من ناحية كيف يمكن أن نضيف هذه القائمة، سأخبركم لاحقا بوردبريس. فإذا هذه قائمة، الآن سأكتب عناصرها. إذا قائمة، عنصر من القائمة، عنصر واحد، عنصر اثنين، عنصر ثلاثة. وهذا يمكن أن أقوم بتكرار له، تكرار، لكن سأخذ هذه الفقرة وأقوم بتنزيلها أسفل القائمة بهذا الشكل. وهنا مثلا يمكن أن أكتب هذا نص إضافي، أضف هنا ما تريد، ويمكن أن أكررها. أوكي، لكن حجم الخط سيكون ميديوم بهذا الشكل. إذن الآن حفظ وحفظ لنرى التغييرات. يوجد لدينا زر أيضا الآن سنضيفه، لكن لاحظوا أنا مصور فوتوغرافي بهذا الشكل، وهذا نص من الموقع. طبعا هذا الشيء ليس نفسه الذي سنقوم به، يجب أن نضيف زر. ولاحظوا أيضا يوجد هنا هذا الشكل، فهمتم قصدي، يأتي فوق الصورة، فهذا الشيء الذي سنقوم به أيضا، لكن ليس الآن. الفكرة كما قلت هي الزر. الآن عفوا، الآن سنضيف الزر، فأد أفتر وسنضيف الزر. ها هو أزرار يعني. ونحن بوقت آخر، طبعا تواصل معي الزر، تواصل معي، كتبتها خطأ. إذا هنا لاحظوا أعزائي، إذا قمت أنا بتحديد هذا الزر وقمت بالنقر هنا، سيقول لي خيارات theme button. theme button الذي قمت أنا بإنشاءه بفيديو بالدروس السابقة، فأنا سأختار theme button هنا. جيد، إذا ها هو. فلنحدث مرة أخرى، عفوا نحدث هنا. إذا لاحظوا هكذا يأتي، لكن theme button هو فعليا مثل هذا الزر يفترض أن يكون، فدعوني أتأكد. هذا أيضا theme button، لكن أضفنا النص والخلفية، هذا لم نضيفها، فبالتالي هنا نفس الشيء سأضيفها من هنا. فإذا بالنسبة للنص سيكون هذا اللون، وبالنسبة للخلفية ستكون هذا اللون، وبالنسبة أيضا لنصف القطر سيكون زيرو. وحفظ وحفظ، والآن تحديث مجددا. لاحظوا، ممتاز. فإذا قمنا بإنشاء هذا العنصر. الآن الفكرة، لاحظوا بهذا الشكل، الفكرة أننا نريد هذا يكون يعني فوق هذا بهذا الشكل الموجود هنا. جيد، بهذا الشكل. طبعا هذا العنصر لونه أبيض، جيد، كله لونه أبيض. ومرة أخرى يمكن أن نأتي إلى الكونتنت هذا ونتأكد أن اللون الخلفية أبيض. فإذا أبيض، هي أبيض، ممتاز. فإذا عدنا بهذا الشكل ستصبح هذه الخلفية بيضاء. لكن أيضا لاحظوا هذا يوجد له نوع من هامش داخلي. فإذا قمت أنا بالنقر على Inspect Element، جيد، البادنج لاحظوا 60-80 بيكسل، فيمكن أن نضيفه هنا بهذا الشكل. إذا توب بوتوم 60 وعلى الجوانب 80 بهذا الشكل. مرة أخرى حفظ والعودة إلى هنا. ها هو، لاحظوا